يوما عن يوم يتكشف الوضع في تعز عن ضعف خطير في السلطة المحلية ينسحب على كافة مناحي الحياة في المدينة، لتبدو الصورة النهائية للوضع هناك وكأن أكثر من قوة تتحكم وتسيطر على السلطة فيها. أهلا بكم في فضاء حر. لم تكن حادثة منع عرض فيلم سينمائي على خلفية ما قيل إنها اعتراضات من قبل أحد الخطباء المتطرفين هي الحادثة الوحيدة التي كشفت عن مدى سوء الوضع في المدينة التي تعيش ظروف الحرب والحصار من قبل ميليشيا الحوثي وصراعا عنيفا بين فصائلها وأحزابها. عقب أحداث سابقة ذات طبيعة أمنية غادر المحافظ المدينة واستقر منذ ذلك الحين في الخارج، وهو ما فسره البعض بأنه تأكيد على أن السلطة المحلية ليست سوى غطاء لسلطة خفية هي من تدير المشهد في تعز، وأن المحافظ يرفض هذا الوضع. يقول هؤلاء إن السلطة الحقيقية في تعز تقع في يد حزب الإصلاح، وأولئك يطالبون هذا الحزب بتحمل مسؤوليته كما يحملونه مسؤولية دعم الخطاب المتطرف الذي يتبناه أحد أعضائه. فيما يقول الإصلاحيون إنهم ليسوا سوى جزء من التركيبة السياسية لتعز، وإن محاولات تحميلهم مسؤولية كل ما تمر به المحافظة هو شكل من أشكال الابتزاز المصاحب لحالة الصراع السياسي في المحافظة، وإلا ما معنى تحميلهم مسؤولية خطاب وتطرف لشخص سبق أن أعلن الحزب فصله وأنه لا يعبر عن توجهات الإصلاح؟ للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من القاهرة الصحفي وضاح الجليل، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الجليل. إذا في ضوء ما يبدو عليه الوضع في المحافظة، من يحكم تعز؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بكل خير. من الواضح أن الأمور آلت مؤخرا في محافظة تعز إلى حزب الإصلاح. صحيح أن حزب الإصلاح ليس مسؤولا عن كل ما يحدث في المحافظة، لكن من المؤكد أن السلطات المحلية حاليا في تعز في قبضته، وهو يدير الكثير من أمور محافظة تعز، والمشهد الأمني ربما في المدينة في مدينة تعز تحت إشراف حزب الإصلاح، وهذا ما يجعله من ناحية مسؤولا عما يحدث، ومن ناحية أيضا عرضة لحملات تحريض وحملات ترهيب، بعضها قد يكون له دوافع حقيقية، والبعض الآخر والأكثر والنسبة الأكبر هي ابتزاز سياسي بالفعل. لكن لنكون أيضا منصفين، حزب الإصلاح نفسه أيضا لا يعمل على الدفاع عن نفسه بشكل منطقي، ولا يحاول أن يبرئ نفسه بشكل موضوعي. حاليا مثل عبد الله العديني، هذا شخص متطرف دائما ما يركز أنشطته وجهوده وخطابه التحريضي ضد الأنشطة المدنية الطبيعية، ضد حياة الناس الطبيعية، وليس ضد اختلالات أو أمور مخالفة للوضع الطبيعي. هو يركز نشاطه على حياة الناس العادية ومصادرة حريتهم، ومع ذلك لا يتنصل حزب الإصلاح منه بشكل واضح، ولا يحدد بشكل واضح موقفه من هذا الخطاب المتطرف لعبد الله العديني، بل أن هناك الكثير من قواعد حزب الإصلاح وناشطيه وأعضائه من يدافعون عن خطاب عبد الله العديني وعن عبد الله العديني نفسه، ويتبنون خطابه ويتهمون الآخرون بأنهم يتحاملون عليه، وبأن بأنهم يريدون أن ينشروا في تعز ما يسمى بالفسق والفجور والرذيلة. لذلك هناك مسؤولية مشتركة. نعم، حزب الإصلاح ليس مسؤولا عن كل شيء يحدث في تعز، لكنه الآن أصبح يمسك بزمام الأمور بشكل أكثر من غيره. تمت إزاحة أبو العباس وميليشياته من مدينة تعز، وأصبح الطرف الموجود حاليا في المدينة والذي يسيطر على الوضع الأمني في المدينة هو
حزب الإصلاح، وبالتالي طيب. هو أمام. دعني أسأل ذات السؤال إذن لضيفي الآخر السيد نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي الذي انضم لنا من إسطنبول. أرحب بك إذن سيد البكيري، وأسألك ذات السؤال المشترك في ضوء ما يبدو عليه الوضع في المحافظة، من الذي يحكم تعز؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدا الكرام وللأخ الجليل الوضاح. السؤال أنا باعتقادي لا يحتاج كثير من الذكاء في توصيف ما الذي يحكم تعز. تعز هي المنطقة الوحيدة التي تخضع لسلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي بشكل دستوري وقانوني وشكل معروف لدى الجميع، فهادي هو الذي يمتلك السلطة في تعز وهو الذي يعين ما يريد ويعزل من يريد، وهذه السلطة هي المدينة الوحيدة بجانب مارب هي التي تلتزم دستوريا وقانونيا بكل ما له علاقة بمسمى الجمهورية اليمنية. غير ذلك أنا باعتقادي الحديث عن هامش من يحكم تعز باعتبار أن الإصلاح هو العمود الفقري للمقاومة في تعز من لحظة التشكل الأولى، أنا باعتقادي مثل هذا السؤال الآن في ضوء هذه الأحداث أنا باعتقادي سؤال يبحث عن مبررات لصراع سياسي أو لاستهداف سياسي لحزب ورطته الكبيرة أنه وقف في قلب المقاومة ودفع بأفراده إلى هذه المقاومة. اليوم هناك أطراف ترى أن هذه القوة التي صمدت في وجه الانقلاب وكسرت هذا الانقلاب في هذه المدينة ربما لن يكون بوسع هذه القوى أن تكون شريكة حقيقية على الأرض في أي عمل سياسي اليوم، أو بمعنى آخر أن هناك استهداف منهج للإصلاح. هذا الاستهداف أنا باعتقادي هو تكرار نفس السيناريو السابق الذي شاهدناه عقب سقوط صنعاء في سبتمبر أيلول 2014 بنفس الآليات ونفس الأسلوب ونفس الاتهامات السياسية الكبيرة والخطيرة التي تعمل على يعني إقصاء طرف سياسي موجود وحاضر في الساحة يلتزم دستوريا بكل ما له علاقة بالدولة والنظام والقانون والدستور. طيب دعنا ندخل في ما حرك هذه النقاشات بشكل أكبر خلال اليومين الأخيرين، حادثة إلغاء عرض الفيلم، وهنا أسألك فيلم 10 أيام قبل الزفة، وهنا أسألك سيد الجليل يعني لماذا يتم تحميل الإصلاح مسؤولية أمر تقع مسؤوليته على عاتق السلطات الرسمية؟ في نهاية المطاف ألم يصدر أمر منع إقامة الفعاليات الثقافية أثناء العيد عن قيادة المحور؟ ما علاقة حزب الإصلاح بذلك؟ نعم، أولا تحية للصديق نبيل البكيري وكل عام وهو بخير، نحيي في بداية المداخلة. من الواضح أن حزب الإصلاح حاليا هو من يسيطر على المشهد الأمني كما ذكرت في البداية. طبعا بالفعل كما ذكر الزميل الصديق نبيل البكيري هو تحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن جميعنا نعلم أن هذه قيادة الرئيس هادي منقوصة وهناك الكثير من العبث والكثير من التجاذبات السياسية التي لا تجعل سيطرة الرئيس هادي أو سلطة الرئيس هادي حقيقية وكاملة. نعم هذه الأطراف السياسية بأكملها مؤيدة للحكومة الشرعية ولسلطة الرئيس هادي الشرعية، لكن في الأخير أغلبها تمارس على الأرض ممارسات خاصة بها. بالتأكيد حزب الإصلاح هو حاليا يبدو الأكثر قربا من الرئيس هادي والأكثر تعاطيا مع الشرعية، لكن هذا لا ينفي ولا يستبعد أن للإصلاح أيضا أجندته الخاصة، والقيادة الأمنية والعسكرية في تعز والتي تسيطر وتحكم المشهد أغلبها تنتمي للإصلاح. المحافظ لم يستطع إكمال مهامه في محافظة تعز، وصل إليها ثم انسحب منها بسرعة عندما وجد أن الصراع أكبر من أن يستطيع مواجهته، ووجد الاستقطابات أكثر من أن يمكنه السيطرة عليها ومواجهتها، لذلك اضطر إلى الانسحاب بعد أن لاحظ أن هناك حملة أمنية كانت يفترض أن تتم تحت إشرافه لمواجهة الاختلالات الأمنية والتي يغلب عليها الطابع الإرهابي من ناحية، وأيضا هناك طابع لصوصي وطابع آخر متعلق بالسرقات والسطو المسلح، لم يستطع أن يوجه هذه الحملة الأمنية بشكل
رسمي وبشكل سلطوي بما يجعلها حملة موجهة ضد كافة أنواع الاختلالات الأمنية، ولكن فأصبحت موجهة ضد طرف. طيب لا أريد الحديث عن المحافظ بشكل كبير والموقف السابق، الآن سنأتي إلى ذلك لاحقا، لكن ما دخل هذا في جعل أن يعني لماذا هذا الربط ما بين خطاب العديني فيما يتعلق أو خطاب أحد الخطباء المتطرفين فيما يتعلق بالفيلم وإلغاء العروض الثقافية والفنية الذي صدر عبر الحملة الأمنية أو اللجنة الأمنية العليا؟ لماذا حصل هذا الربط؟ في نهاية المطاف كانت ديباجة الكلام واضحة في هذا البيان الذي صدر عن الحملة الأمنية، ولم يكن بسبب يعني أي لا من قريب ولا من بعيد كما يوحي الكلام لكلام هذا الخطيب. نعم بالفعل، ما ورد في الخطاب لم يكن متوافقا مع حملة عبد الله العديني، لكنه أيضا تماشى معها، بمعنى أنه نفذ أن هذا الخطاب وقرار اللجنة الأمنية نفذ رغبة عبد الله العديني، وهذا ما يعني أن هناك تواطؤ، وإن لم يكن تواطؤ صريح ومكشوف لكنه تواطؤ من نوع آخر. لماذا لا يتم ضبط الأمن وإقامة الفعالية؟ ومن ناحية أخرى أيضا لماذا لم يتم ضبط وإيقاف الحملة الموجهة من عبد الله العديني والتي تعتبر تكفيرا أو خطابا يتضمن تكفيرا وتخوينا للآخرين وتحريضا ضدهم، خصوصا وأننا نعرف أن البلد ما زالت مليئة بالخلايا المتطرفة والخلايا الإرهابية النائمة والتي يمكنها أن ترتكب مثل هذه الجرائم تجاه مثل هذه الفعاليات كما حدث يوم أمس في حفل فني في مدينة عدن. لذلك كان يفترض أن تكون القيادة الأمنية في المحافظة أن تتعاطى بمسؤولية مع الفعالية التي هي فعالية ضمن الحياة الطبيعية للمدينة، والتي يفترض أن المدينة بدأت تتعافى من آثار الحصار الذي بدأ عليها منذ عام 2015، ويفترض أن تقوم بحماية هذه الفعالية وتوفير الأمن لها، لا أن تتجاوب مع الخطاب المحرض ضدها وتمنع إقامتها. نعم هناك قضايا أكبر وأهم من هذا، ويفترض أن الجميع مشغول باستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار عن مدينة تعز، ويفترض أن هذه القضية ليست بتلك الأهمية، لكن عندما يكون هناك عناصر متطرفة تحرض على الحياة الطبيعية للمواطنين وهناك أجهزة أمنية تقوم بالاستجابة لخطابه المحرض ومن ثم منع إقامة مثل هذه الفعاليات، فهذا يعني أن هناك اختلال وأن هناك ربط أو أن هناك ارتباط من نوع ما. ربما تخشى الأجهزة الأمنية والقيادة الأمنية لمحافظة تعز من أن تتصادم مع عبد الله العديني، وللأسف الشديد أيضا لاحظنا أن قيادات أن أعضاء وقواعد الإصلاح أو ليس كلهم ولكن الكثير منهم استجابوا للخطاب المحرض من قبل عبد الله العديني وفرحوا بالقرار الذي صدر عن الأجهزة الأمنية بمنع إقامة الفعالية واعتبروا ذلك هو القرار الأمثل والأنسب، وبالتالي هنا حدث الربط وهذا ربط طبيعي ومن الممكن أن يحدث، وكان يفترض بحزب الإصلاح بقيادة حزب الإصلاح أن توجه أعضاءها على الأقل لعدم التصدر لمثل هذه الحملة المؤيدة المعارضة لإقامة هذه الفعالية والمؤيدة للخطاب المحرض من قبل العديني. جميعنا نعلم أن حزب الإصلاح في موقف حساس وهو يتعرض لحملة تحريض دائمة من الداخل والخارج، ويفترض به أن يكون عند مستوى المسؤولية تجاه المدينة مدينة تعز وتجاه نفسه أيضا وتجاه أعضائه لخطورة الموقف ولمنع تفاقم هذه الحملة الموجهة ضده ولمنع أيضا الدخول في صراعات جانبية في ظل ما تعانيه محافظة تعز من حصار ومن أوضاع أمنية حساسة. نحن نعلم أن جميع الأطراف متورطة ومسؤولة عما يحدث في محافظة تعز، لكن حزب الإصلاح الآن يبوء بالحمل والعبء الأكبر كونه أصبح في الواجهة وأصبح في صدارة المشهد. هذا ليس تجنيا على سيد نبيل، لكن
نعم. إذا سيد نبيل، يعني كيف يعني يخرج الأمر وكأنه رضوخ من قبل الأجهزة الأمنية لتحريض رجل متطرف في نهاية المطاف؟ ألا يبدو هذا الأمر وكأنه دعم علني لهذا الخطاب كما يقول، كما يعني يفهم من كلام السيد الجليل وأيضا من الكثير من معارضي هذا القرار؟ طبعا الإشكالية في تعز إشكالية ليست وليدة اللحظة، هي وليدة لحظة باكرة، لحظة الصراعات السياسية التي لم يعد لها شكلا ومضمونا ومعنى ووجودا إلا في تعز. يعني لم تعد هناك أحزاب لا في عدن ولا في صنعاء ولا في غيرها من الأراضي اليمنية. يعني تعز هي المربع الوحيد الذي لا زال في عملية سياسية. هذه العملية السياسية إن كان لها أو إن كان لأحد من فضل فيها، فالفضل هو المقاومة التي تنتسب في كلها أو القلب منها هو الإصلاح، أنه حافظ على هذه التعددية السياسية في تعز، وحافظ على نشاط الأحزاب، وحافظ على وجهات النظر المختلفة والمجتمع المدني الذي انتهى ومات وشبع موتا في صنعاء وعدن والمكلا وغيرها من المحافظات اليمنية. وبالتالي اليوم أيضا إذا كان هناك من مسؤولية اليوم، يجب أن تلقى المسؤولية على الأجهزة الأمنية التي هي أجهزة تمثل سلطة الجمهورية اليمنية وسلطة الرئيس هادي ورئيس الوزراء، ولا يذهب الاتهام إلى حزب سياسي قدم كل هذه التضحيات وحافظ على هذه العملية السياسية والتنوع والاختلاف الموجود في تعز كحالة فريدة في المشهد اليمني منذ سقوط جمهورية اليمنيين في 21 سبتمبر 2014. اليوم لكن يفهم من كلامك سيد البكيري أن الإصلاح هو المحرك للأمور في تعز، يعني وكأنه هو السلطة التي تحكمها. الإصلاح موجود في تعز كمثله كغيره من الأحزاب. الإصلاح وجوده في تعز مرتبط بوجود المقاومة، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. الإصلاحيون في مقدمة هذه المقاومة، هم الذين تقدموا هذه المقاومة وضحوا وتكبدوا الكثير من التضحيات في سبيل هذه المقاومة، في سبيل الدفاع عن هذه المدينة. يعني هذه حقيقة لا يمكن أن نتغاضى عنها. اليوم الاشتراطات السخيفة والغبية، ودعني أوصفها اليوم، أنه يفترض بمن يطالب بوجود دولة في تعز، يفترض أن لا يكون الإصلاح موجود في هذه المدينة. يريدون جيشا بمواصفات معينة، كأن هذا الجيش عبارة عن مكينة ممكن استيرادها من الصين أو من الهند أو من الحبشة أو من أي مكان. وبالتالي يعني الحديث عن إعادة هيكلة كثير من القضايا اليوم في إطار هذا الحرب، في إطار معركة لم تكتمل بعد، في إطار وضع أمني وسياسي معقد داخليا وخارجيا وإقليميا، أنا باعتقادي هذا نوع من 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 العدمية السياسية اليوم في صراع هذه الأحزاب مع بعضها، وتشوف هذه اللحظة للقضاء على خصوم سياسيين بأدوات غير سياسية. أنا باعتقادي هذه قمة الانتهازية السياسية وقمة العدمية السياسية التي أسقطت الجمهورية اليمنية في 21 سبتمبر. طيب أستاذ نبيل، لماذا يعني في هذا السياق الآن فيما يخص الحادثة منع عرض الفيلم وهي التي يعني أشعلت هذا الجدل، يعني يتحدث السيد وضاح الجليل يقول لماذا لم يتم السماح بهذه الفعالية وحمايتها بدلا عن من أن يخرج الأمر وكأنه تحريض من رجل متطرف، وهذا التحريض استجابت له القوات الأمنية واللجنة الأمنية؟ أنا كما قلت بداية، إن كان هناك من المسؤولية، يجب أن تلقى هذه المسؤولية على السلطات الأمنية والسلطات المحلية في تعز. هي المسؤولة أمام اليمنيين جميعا في هذه المحافظة وفي غيرها. لكن بالحديث ورمي هذه التهمة إلى تجمع الإصلاح، أنا باعتقادي كان واضح تجمع الإصلاح من خلال بيان نشر على لسان نائب رئيس الدائرة الإعلامية ورئيس الدائرة الإعلامية أيضا بتعز، وتحدث على أنه الإصلاح مع كل فعاليات تقام ومع كل أنشطة تقام وضد أي منع لأي نشاط ثقافي أو سياسي في المحافظة. وبالتالي هذا كان موقف الإصلاح السياسي في إطاره، في أطوره السياسية وهيكله السياسي أو هيكله الإداري أو هيكله التنظيمي. أما يعني أن نلتقط ما قاله الناشط الفلاني أو الحزب الفلاني أو الشخص الفلاني، أنا باعتقادي هذا نوع من عدم الموضوعية أو عدم الصدقية. بالأخير نحن أمام حزب لديه أعضاء، هؤلاء الأعضاء ليسوا قطيعا وليسوا خرافا،
يأتمرون بأمره أو يتخذون موقفا واحدا نتيجة يعني بالأخير أنت أمام أفهام مختلفة وأمام تعدد وتنوع في الرؤى والطرح والأخذ والرد، وبالتالي لا تستطيع أن تنفك وتتهم حزب سياسي بموقف معين إلا من خلال أدبياته السياسية وتصريحاته وتصريحات أعضائه وقيادته. طيب في هذا السياق أسألك سيد وضاح الجليل، يعني ألم يعلن الإصلاح فصل الشيخ العديني من الحزب؟ لماذا تستمر الحملات المضادة للإصلاح وتتهم أيضا بدعم التطرف؟ يعني هناك من يشير إلى أن كل ذلك على الرغم من هذا الموقف من الحزب تجاه هذه الشخصية الجدلية هي محاولة ابتزاز سياسي لهذا الحزب ليس أكثر. بالتأكيد كما ذكرت لك سابقا أن مواقف العديني دائما ما تتخذ لتكون مبررا للابتزاز حزب الإصلاح، لكن حزب الإصلاح نفسه حتى اللحظة لا يحدد موقف صريح وواضح. هناك من يقول أن حزب الإصلاح عزل العديني من قيادته منذ فترة طويلة، لكن هذا لا نعرف صحته من عدمه. هناك من يقول أيضا أن العديني نفسه من قدم استقالته من قيادة حزب الإصلاح، لكن العديني ما يزال عضو مجلس النواب ممثلا عن الإصلاح ضمن كتلته البرلمانية. وهناك كما ذكرت لك سابقا أيضا الكثير من أعضاء وقواعد حزب الإصلاح بل وحتى هناك قيادات من تؤيد العديني فيما يذهب إليه وفيما يتخذه من مواقف، ليس هذا فحسب بل أن هناك أيضا قيادات دينية أخرى تؤيد ما يذهب إليه العديني وتصدر بياناتها من مدن خارج اليمن ومن دول خارج اليمن، تصدر بيانات أو تكتب منشورات على الفيسبوك تؤيد ما يقوم به العديني وتؤيد خطابه التحريضي، وهي أيضا كما ذكرت لك شخصيات محسوبة على الإصلاح. إذن الإصلاح هنا معني بالتعاطي مع هذا الخطاب. محسوبة أم عضوة في الإصلاح؟ سيد الجليل هل هي يعني شخصيات لها صفة تنظيمية في التجمع اليمني للإصلاح في هذا الحزب السياسي أم هي مؤيدة له أو كان لها ارتباط بشكل أو بآخر أو مصالح؟ يعني يجب أيضا التوضيح والتفريق هنا في هذه المسألة لأنها شديدة الحساسية. نعم هناك قيادات أيضا محسوبة على الإصلاح ومنهم من هو عضو مجلس النواب عن الإصلاح ومنهم من هو ابن قيادي في الإصلاح، لا نريد أن نذكر أسماء حاليا ولكن هذا الأمر لم يعد خافيا ومواقع التواصل الاجتماعي تفضح كل هذه القضايا وتكشف كل هذه الأسرار. أيضا حزب الإصلاح عندما يفترض به عندما يرى أن أعضائه وقواعده يستجيبون للخطاب التحريضي لعبد الله العديني ويستجيبون له ويتعاطون معه ويتعاطفون مع عبد الله العديني ويرحبون بمنع فعالية مثل هذه، فهذا أمر أيضا خطير ومؤشر خطير على أن الإصلاح نفسه غير معني بالتعاطي مع هذه الحملة التحريضية ضده بشكل لائق، وبأنه يفترض به أن يكون هو المعني الأول بالدفاع عن نفسه. ليس من المعقول أن ندافع نحن عن حزب الإصلاح أكثر من نفسه، ليس من المنطقي أن نتصدر نحن المشهد لمنع المزيد من التحريض ضد الإصلاح لأسباب مختلفة واتخاذ مثل هذه القضايا ذرائع لذلك التحريض. يفترض بحزب الإصلاح أن يكون هو نفسه من يقدم نفسه بأنه مستعد لممارسة السياسة بشكلها الطبيعي وأن يحترم حريات الناس وحقوقهم أكثر مما نطلب منه ذلك. نحن نعلم أن حزب الإصلاح من المؤكد أنه لديه من الحنكة السياسية والحصافة على التعاطي مع هذه القضايا بأكثر مما يمكن أن نتخيل أو نتصور نحن، لكننا نستغرب عن هذا التباطؤ في هذا في التعاطي وعن التغاضي على مثل هذه القضايا والأمور التي تعطي دائما مؤشرات خطيرة. بالتأكيد أن الحزب الإصلاح ليس وحده من سيتضرر، ستتضرر العملية السياسية برمتها في اليمن، ستتضرر أيضا السلطة الشرعية من تضرر حزب الإصلاح، وفي مدينة تعز أي ضرر يلحق بحزب الإصلاح وبالتأكيد سينعكس على بقية الأطراف وعلى المدينة نفسها. لذلك يفترض بحزب الإصلاح أن يكون حريصا على حماية نفسه بالشكل الذي يقدمه كطرف سياسي واعي ومسؤول عن العملية السياسية ومسؤول عن عودة السلطة الشرعية و
عودة الأجهزة الأمنية لممارسة مهامها الطبيعية في حماية المواطنين وحماية حقوقهم وحريتهم. ما رأيك أستاذ نبيل؟ سيد البكيري. ألو. نعم، لماذا لا يقوم حزب الإصلاح بتقديم نفسه بالشكل الصحيح ويعني إفساح المجال للسلطة الشرعية للعمل بشكل جيد في تعز وبقية المناطق، يعني وبقية المناطق بداخل المحافظة؟ هي السلطة الشرعية المعينة والمختارة من قبل رئاسة الجمهورية ومن قبل رئاسة الوزراء هي التي تدير تعز. يعني تستطيع القول أن المحافظ ليس إصلاحيا، تستطيع القول أن يعني معظم الإدارات. طيب ما يعني مسألة العدين الآن، دعنا في مسألة حادثة إلغاء عرض الفيلم والتحريض أو الحديث على هذا الفيلم، ما هو العديني بالنسبة لحزب الإصلاح؟ أليس عضوا في البرلمان عن حزب التجمع اليمني الإصلاح؟ العديني مواطن يمني كان عضوا سابقا في التجمع اليمني الإصلاح، وهو برلماني أيضا ينتمي إلى برلمان الجمهورية اليمنية ما قبل سقوطها، لكنه لم يعد إصلاحيا. هناك قرار تنظيمي اتخذ في حقه وفصل من هذا الحزب، لم يعد يمثل هذا الحزب. طيب يسأل السيد وضاح الجليل يقول لماذا إذن أعضاء حزب الإصلاح، الكثير من أعضاء حزب الإصلاح، الكثير من المحسوبين على حزب الإصلاح أيضا يدافعون عن ما قاله العديني، يدافعون على مسألة منع والدعوة إلى منعها عرض هذا الفيلم، وهو يعني أمر كما يقول السيد الجليل أمر في نهاية المطاف تافه، يجب أن نلتفت إلى ما هو أكبر. ينبغي أن نتعاطى سياسيا أيضا وأن نكون أكثر منطقية في الحديث عن هؤلاء الذين يتعاطون مع أفكار عبد الله أحمد العديني. إذا كان هناك أشخاص يدعمون عبد الله أحمد العديني فهم أشخاص يعبرون عن أنفسهم، لا يعبرون عن حزب سياسي. كل شخص يستطيع أن يعبر عن نفسه. الأحزاب السياسية لديها قنواتها الخاصة للتعبير عن ذاتها والتعبير عن أفكارها والتعبير عن مواقفها. هل صدر موقفا من حزب الإصلاح سواء على المستوى المحلي في تعز أو على المستوى العام في الأمانة العامة يقف مع هذه الأفكار أو يدعو لها؟ بل اللي حدث هو العكس، أنه الحزب استطاع أو خرج ليقول الناس أن هذا لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وأنه ضد كحزب سياسي ضد فكرة منع أي فعالية تقام. وبالتالي أنا باعتقادي تكون القضية قد انتهت هنا، لم يعد هناك مجال لأن نقول فلان أو علان من الناس قال أو أيد، لأنه الموضوع يقوم على في أطر واضحة من خلال قنوات الحزب الرسمية التي تعبر عنه. غير ذلك الإصلاح ليس معني بالدفاع أو ليس معني لأن يمثله شخص فلان أو علان في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك قنوات رسمية لهذا الحزب هي التي تعبر عن وجهة نظره، وأنا باعتقادي تنتهي القصة هنا. سيد الجليل، إذن رئيس إعلامية الإصلاح بتعز يقول الأعمال الفنية وسائل وعي ويجب تشجيعها، وهناك من يستغل بعض الأفعال ضد الإصلاح وتعز. هذا تصريح منشور له في 5 يونيو، أي قبل يومين. ألا يكفي ذلك لتوضيح موقف الحزب تحديدا في تعز من هذه الحادثة؟ نعم، مثل هذا الموقف هو جيد إلى حد ما، لكنه لم يتعاطى مع القضية بشكل موضوعي وبشكل دقيق، وخصوصا وأنها قضية حساسة مثل هذه. الأمر ليس فقط مجرد الحديث عن حق الناس في التنظيم مثل هذه الفعاليات وحماية، هو طبعا لم يتطرق إلى حمايتها، لكن القضية الأخطر كما ذكرت لك سابقا أن هناك من قواعد حزب الإصلاح وأعضائه من ينظمون أو يشنون حملات منظمة. الأمر يتعدى الحديث عن كما ذكر الصديق البكيري عن حرية الرأي والتعبير، هذه حملات منظمة ومن الواضح أنها منظمة، وحتى
في قضية الحديث عن حرية الرأي والتعبير، الحزب الإصلاح ليس حزبا صغيرا وليس حزبا عاديا، هو أكثر الأحزاب قوة وتنظيما في اليمن، ويفترض به أن يوجه أعضاؤه وأنصاره إلى اتخاذ مواقف تتماشى مع مواقفه هو تحديدا، وأن تكون هذه المواقف مسؤولة، وهذه مهمة الأحزاب. ليس من السهولة أن ينضم المرء إلى حزب ثم يكون له رأي مخالف لرأي الحزب، أو أن يمارس ممارسات غير أو تتخالف ولا تتماشى مع توجهات الحزب وبرنامجه السياسي. هذه قاعدة معروفة في مبادئ عمل أي حزب من الأحزاب. إذا كان نعم حرية الرأي والتعبير لابد أن تكون مكفولة، لكنها في الإطار العام لابد أن تتماشى حرية رأيك وتعبيرك مع موقف حزبك، وإلا فلتعلن انفصالك عن هذا الحزب وليكن لك موقف آخر. لماذا لا نجد هذه الحملات المؤيدة لمواقف عبد الله العديني إلا من ناشطي حزب الإصلاح وأعضائه وأنصاره؟ لماذا لا نجدها من آخرين، حتى من القوى المتطرفة الأخرى؟ لا نجد تأييدا لعبد الله العديني، نجد أنها متطرفين آخرين مثل السلفيين يؤيدون قيادات سلفية أخرى، لكنهم لا ينضمون إلى تأييد عبد الله العديني. هذا من الواضح أن الرابط الحزبي والرابط التنظيمي ما زال موجودا حتى وإن لم يكن موجها. نحن لا نريد أن نقول أن حزب الإصلاح هو الذي يوجه هؤلاء الأعضاء. يعني هل أفهم من كلامك أن هناك مسألة تبادل أدوار؟ يعني كانت مسألة الفصل أو الاستقالة أو أيا كان ما حدث بالنسبة للعديني كان مسألة تبادل أدوار؟ لا لا، أنا لا أظن أن حزب الإصلاح يقوم بمثل هذا الدور. حزب الإصلاح أكبر وأذكى من أن يمارس مثل هذا الأمر، لكن يبدو أن هناك صراع أقطاب داخل حزب الإصلاح، ربما تكون هناك أزمة داخلية في حزب الإصلاح في هذا الشأن. هناك أيضا قيادات ربما متطرفة داخل حزب الإصلاح تحاول أن تسير أو تقود الإصلاح إلى ممارسة التطرف، لكن أنا أظن أن حزب الإصلاح أذكى وأكبر من أن يخوض في مثل هذه القضايا وأن يتورط في مثل هذا التحريض ربما. لكن الحزب أيضا بسبب هذه الأزمة الداخلية لا يستطيع أن لنقول أنه لا يستطيع أن يتخذ موقفا واضحا وصارما تجاه مثل هذه القضايا. لكن أنا ما زلت أؤكد أن حزب الإصلاح ربما لديه من المسؤولية والحنكة والذكاء ليكون أكبر من أن يتورط في مثل هذه الحملات، لكن ربما لا يستطيع التعاطي مع أزمته الداخلية، وأنا لا أفتي في هذا، ربما هذا مجرد تحليل لا أكثر. هل هذا الخلل أو هذا الانقسام موجود سيد البكيري، بحيث أنه يعني إذا كان الموقف الرسمي ربما أو موقف ما هو معلن من قبل رئيس الدائرة الإعلامية يتحدث عن دعم هذه يعني العروض الفنية وما شابه، لكن في المقابل هناك تيار واسع، أو كما يفهم من سياق كلام السيد الجليل، هناك تيار بداخل الإصلاح يرفض هذه الفعاليات، هو يطالب بإلغائها، هو متطرف؟ أيا يكون الأمر، أنا باعتقادي أنه الحديث عن وصم الإصلاح واتهامه بمثل هذا العمل أنا باعتقادي خارج عن منهج الموضوعية في التعاطي مع مثل هذا القضايا. لكن لم تجبني، هل هناك هذا التيار المتطرف أم لا؟ يا سيدي، لا توجد تيارات متطرفة في إطار حزب لديه قنواته الخاصة التي تعبر عن أفكاره. يعني ليس هناك، يعني حتى ولو وجد أشخاص عديدين هنا أو هناك، لكن بالأخير القرار يبقى قرار حزبي، قرار له أطره العليا التي تعبر عن الفكرة ومضمونها والأفكار والمواقف الكبيرة لهذا الحزب أو ذاك. وبالتالي أنا باعتقادي أنه لو وجد شخص أو شخصين أو ثلاثة لا يمثلون قيادة أو لا يمثلون وجهة نظر معتبرة في الحزب، أنا باعتقادي لا نستطيع أن نقول هناك تشظيات وهناك تيارات، هناك أمزجة، هذه الأمزجة وتختلف حتى في كل الأحزاب الموجودة في الساحة. على سبيل المثال عندنا أحزاب منقسمة بين الشرعية والانقلاب في الحالة اليمنية، وبالتالي نحن لا نقول أن الحزب الفلاني كلهم على الانقلاب، مع أنه هناك قيادات كثيرة في هذا الحزب تنتمي أو متواطئة مع الانقلاب أو حتى متغاضية عنه ومشاركة فيه.
وبالتالي الحديث أنا باعتقادي يجب أن نتعاطى مع مواقف الأحزاب من خلال أدبياتها الرسمية وقنواتها الرسمية وليس من خلال ناشطي الفيسبوك أو ما شابه ذلك. حتى لا نخرج أكثر عن المسألة، وكنا نتحدث عن قبل قليل عن السلطة المحلية المحافظ، كنت أسألك سيد الجليل يعني أو كنت تتحدث بهذه النقطة وأجلنا إلى هذا المحور، يعني دائما تتهم أو تتهم أطراف خارج هيكل السلطة المحلية بالسيطرة على القرار في تعز، لكن الحقيقة تؤكد أن كل قرارات السلطة المحلية تأتي موقعة بأوامر قيادة المحافظة. على أي أساس إذن يتم اتهام هذه الأطراف بأنها خارجة عن السلطة القانونية أو أنها تتصرف من تلقاء نفسها؟ نعم، هذا الأمر معقد جدا، وحقيقة أنا لا أستطيع أن أفتي فيه لأن ليس لدي معلومات دقيقة في هذا الشأن، لكن من الواضح أن مثلا الحملة الأمنية التي نفذت في السابق والتي كانت تستهدف جماعة أبو العباس والخلايا الإرهابية أمر من المحافظ، لكن كان حزب الإصلاح من أكثر المؤيدين لها ويقف خلفها، وهي برغم أنها كانت حملة مطلوبة وكان مطلوبا أن يتم تنفيذها من قبل، حتى وكان مفترض للمحافظ السابق أن يقوم بها لكنه تواطأ مع تلك الخلايا، لكن بدا واضحا أن هذه الحملة موجهة ولم تكن ضمن القرار الذي تم تنفيذه. كان واضحا أن المحافظ خضع لضغوط ما ووقع على أوامر تنفيذ تلك الحملة، ثم فجأة اكتشف نفسه بأنه غير قادر على السيطرة عليها. أنا هنا لا أعفي المحافظ من المسؤولية، المحافظ أيضا تنصل من مسؤولياته وغادر المحافظة وترك المشهد على ما هو عليه. ربما يكون المحافظ لم يستطع الصمود أمام الاستقطابات التي تشهدها المحافظة، وبالتأكيد هي استقطابات وتجاذبات ليست بالسهلة وليست بالهينة، لكنه يفترض به أن يتخذ موقفا واضحا أمام جميع مواطني المحافظة وجميع اليمنيين بأن يكون لديه موقف واضح بأنه لا يستطيع التعاطي مع هذه التجاذبات، وأن يكشف بصراحة ما هي هذه التجاذبات وما هي الاستقطابات وكيف تؤثر على عمله وعلى مهامه وكيف تؤثر على عمل كافة الأجهزة الأمنية والإدارية والعسكرية في المحافظة وأين تذهب. لنأخذ الأمور بمنحى آخر، كانت هناك عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة قبل أيام، ثم توقفت هذه العملية بعد أن تكبدت ميزانية الدولة مبلغا مهولا، والأخطر من هذا أن الجيش والمقاومة في تعز تكبدوا أرواح الكثير من الشباب المقاتلين والذين كان يفترض أن تكون أن تستغل تضحياتهم هذه في عملية حقيقية وعملية نوعية وليس مثل تلك العملية التي بدت مفرغة من المضمون ولم تحقق أي هدف ولم تحرر حتى مساحة معقولة من الأرض تتناسب مع حجم تلك التضحيات. هناك خلل كبير في محافظة تعز تتحمل مسؤوليته كافة الأطراف السياسية وأيضا السلطة المحلية والسلطة الشرعية. طيب فيما يتعلق بموقف المحافظ، دعني هنا أسأل السيد نبيل البكيري، يعني الآن المحافظ خارج المحافظة منذ فترة طويلة، هناك من يقول هذا الأمر ليس إلا تعبير عن حالة رفضه للوضع الحالي، حالة رفضه يعني التعدي على سلطته من قبل أطراف يمتلكون قوة من خارج الأطر القانونية، ما رأيك؟ باعتقادي هذا تبرير وتبرير واضح لفشل المحافظ، يعني المحافظ هو مؤثر رئيس الجمهورية في هذه المحافظة وهو صاحب السلطة الأعلى والأولى في المحافظة وباستطاعته أن يمارس أعماله بكامل قوته وبكامل إرادته، وإن لم يستطع فعليه أن يقدم استقالته كما قدم دون أن ينتظر توجيها من أحد. إذا لم يستطع، أنا باعتقادي من المنطق بمكان ومن المسؤولية بمكان على أي مسؤول كان، إذا لم يستطع أن ينفذ سلطته وقراراته عليه أن يستقيل، لا يظل معلقا يتمتع
امتيازات كبيره كموقعه في هذه في هذا الموقع باعتبار الراتب الكبير باعتبار الامتيازات الكثيره التي يتمتع بها، بينما هو لا يستطيع ان يمارس صلاحياته اذا كان فعلا هناك ممانعة لممارسة صلاحياته أو إقصاء من طرف ما أو لكن في الحقيقة أنا باعتقادي أنه كلما كانت شخصية المسؤول ضعيفة وربما انتهازية كلما حاول أن يبرر طول أمد بقائه في السلطة بوجود ممانعات لا يستطيع أن يكشف عنها. أنا باعتقادي بكل الحرية بكل مسؤولية ممكن أي مسؤول لا يستطيع أن يمارس صلاحياته، هناك شيء اسمه استقالة في العمل الوظيفي، ممكن أن يقدم استقالته ويذهب، فهناك العديد ممكن أن يكون بدله ويملأ هذا الفراغ الذي الموجود. أما أن يظل محافظا لتعز أو في هذا المكان ويحتجب عن الناس ولا يستطيع أن يقول للإعلام ما الذي يجري، أنا باعتقادي هذا نوع من الانتهازية ونوع من عدم القدرة على مواجهة الحقيقة. طيب بما أنه لم يستقل، هناك من يقول سيد الجليل أن المحافظ أساسا يتعرض لضغوط لجره إلى صراع مع الإصلاح في تعز، لكن خروجه من المشهد بهذا الشكل هو محاولة للنائب النفس عن كل ذلك وإدارة الأمور بشكل أو بآخر في المحافظة، ما رأيك؟ أنا أعتقد أن المحافظ لا يتعرض لضغوط فقط لخوض صراع مع الإصلاح، المحافظ يتعرض لابتزازات من كافة الأطراف ولا نستطيع أن نبرئ طرف عن طرف آخر، كل الأطراف في تعز تريد أن تشد المحافظ إليها وأن تجعله ناطقا أو عاملا لها، وهنا كل وعندما أقول كل الأطراف فأنا أقصد كل الأطراف، ليس هناك طرف بريء من هذا الأمر، لكن المحافظ نفسه ينبغي أن يكون عند مستوى المسؤولية، أن يتعاطى مع هذا الأمر بمسؤولية أكبر. من المعروف أن هذا المحافظ لديه رصيد كبير ورصيد محترم في مناصب سابقة، وكنا نتوقع أنه قادر على التعاطي مع المشهد في تعز برغم صعوبته. صحيح أنه لم يجد من يساعده، كافة الأطراف تواطأت ضده أو حاولت أن تستدرجه أو تجعله يعمل ضمن أجندتها، لكن هو أيضا كان بمقدوره أن يتخذ مواقف أكثر صرامة مما هو حادث. حتى الآن لم نجد من المحافظ موقفا واضحا وعلنيا مما يحدث، أيضا لا نعلم عن التوجيهات التي تصدر بخصوص الكثير من قضايا، هل هو يقف وراءها أم أن هناك من يتخذ هذه القرارات والتوجيهات باسمه. هناك غموض كبير في موقف المحافظ من طيب ماذا عن بقية الأحزاب السياسية، ماذا عن بقية الفاعلين بداخل تعز؟ يعني يبدو وكأن ليس لديهم، سيد الجليل، يعني يبدو في نهاية المطاف. نعم، إذن ليس معي سيد الجليل. طيب أذهب إليك سيد البكيري، يعني في سياق الحديث على أن الإصلاح أكبر قوة في تعز، له الثقل داخل أجهزة السلطة، له دوره في المقاومة كما تقول، هذا الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى تحميل مسؤولية كل ما يتعلق بالأوضاع بداخل المحافظة، فلماذا يبدو يعني لماذا يبدو الإصلاح وكأنه لا يهتم إلا بتعظيم مكاسبه بزيادة هذه المكاسب بدلا من تقديم التنازلات للآخرين في هذه اللحظة الحرجة؟ إن كان هناك من توصيف دقيق لثقل الإصلاح في تعز وثقله في جبهات المقاومة، أما في أجهزة السلطة فهو من ضمن الأطراف الأقل حضورا في تعز حقيقة، يعني كل الأجهزة الأخرى الموجودة في المحافظة وكل الإدارات العامة لا زال يتربع عليها مؤتمريون سابقون وناصريون واشتراكيون، ويعني هذه الحقيقة التي يجب أن تقال للناس، يعني من قمة السلطة في المحافظة إلى أصغر موظف في المحافظة لا زالوا يعني عدد الأصابع من ينتمون للإصلاح ومحسوبين على الإصلاح، هذه الحقيقة الموجودة في تعز. مسألة أنه يعني هناك تقديم تنازلات، أنا باعتقادي الوضع الذي تعيشه تعز وضع خاص جدا، هو وضع مدينة مستهدفة ومدينة محاصرة ومدينة تعيش مرحلة مقاومة وقدمت الكثير من التضحيات، وهناك مؤامرات كبيرة على هذه المدينة
سواء على المستوى الانقلاب او على مستوى ايضا اطراف اقليميه تستهدف تعز تحت مبررات وشماعات وجود الاصلاح في المحافظه وقوته. وبالتالي يجب ان نتعاطى بروح المسؤوليه عند مستوى هذه المصلحه الوطنيه العليا، انه هذا الحزب الذي قدم الكثير من التضحيات من شبابه ومن كوادره في شهداء في هذه المحافظه وفي غيرها، ينبغي ان 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 يعني كروح وطنيه ان نتسامى قليلا وان نقدر مثل هذه التضحيات، والا نذهب الى تقاسم التركه قبل ذهاب الخطر الذي لا زال محدقا فوق المدينه، ولا زالت قناصات الميليشيات الانقلابيه تقتنص يوميا ارواح الاطفال والنساء والشباب في هذه المدينه. وبالتالي لا وقت للمناكفات السياسيه، انا باعتقادي الوقت الان وقت المقاومه. يفترض انه اليوم الصوت المرفوع الكبير الذي ينبغي ان يكون اكثر يعني دويا اليوم في المحافظه في تعز هو استكمال معركه التحرير، هو تقدم قيادات الاحزاب والقوى السياسيه والفعاليات المدنيه في هذه المدينه لكسر الحصار على المدينه، لطرد الميليشيات الانقلابيه الطائفيه التي تحاصر المدينه. اما الحديث عن المناصب وعن الدرجات الوظيفيه هنا او هناك، انا باعتقادي هذا نوع من الطفوليه السياسيه ونوع من الاستغباء للناس في زمن الحرب. انا باعتقادي يعني اليوم هذه القوى السياسيه في تعز اثبتت كم هي صغيره وليست تحكم الوطن. اليوم عدن لا يوجد فيها تعدديه سياسيه ولا يوجد فيها مكان لليمنيين العابرين فيها، وكذلك صنعاء تكاد تموت العمليه السياسيه فيها، ولا حديث لهؤلاء الناس سوى ما يجري في تعز وفي شوارع تعز. الكاتب والباحث السياسي أستاذ نبيل البوكير، كنت معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للصحفي وضاح الجليل الذي كان معنا عبر الهاتف من القاهرة، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.